لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة التلات 3 إبريل، والنهاردة القمر موجود في برج العقرب. عندنا كمان الشمس وأورانوس الاثنين في الحمل، وعندنا فينوس في التور، والمريخ وزحل وبلوتو في الجدي، ونبتون في الحوت، وعندنا كوكبين بيتراجعوا، عطارد بيتراجع في برج الحمل، والمشتري بيتراجع في برج العقرب. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، والنهاردة خلاص ما فيش تنافر فلكي، وبالتالي النهاردة مواليد الحمل يقدروا يستفيدوا في النواحي المالية، ويقدروا يوظفوا مواهبهم هايل في انهم يقدروا يوظفوا مواهبهم عشان يعرفوا تجلب ليهم الفلوس والمكاسب. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم للأسف القمر في مواجهة برجهم، أو ما زال في مواجهة برجهم، والنهاردة مطلوب من مواليد الثور إن هم يتجنبوا الدخول في مناقشات عنيفة، خصوصا مع شركاء العمل أو مع شركاء الحياة، عشان ما يحصلش سوء تفاهم، فيتجنبوا الصدام قد ما يقدر. نروح بعد كده للجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده بيديهم طاقة كبيرة، ويقدروا ان هم ينظموا جهودهم وينظموا اتجاهاتهم، ويعرفوا يمشوا في كذا طريق ويحققوا فيهم نجاح ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا في منزل الحب، والنهاردة مواليد السرطان عندهم طاقة عاطفية، يقدروا يحققوا توافق عاطفي مع الأحباب، وكمان عندهم حالة مزاجية حلوة، ويعرفوا يتصرفوا بإيجابية في أي مكان وعلى أي صعيد، سواء عاطفي أو مهني وكمان عائلي، ومع الأولاد يقدروا يحققوا تفاهم وتوافق أكتر. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، والنهاردة مواليد الأسد مطلوب منهم إذا اتعقدت الأمور العائلية يحاولوا يكونوا صبورين قد ما يقدروا. مطلوب كمان منهم على الناحية العاطفية، لأن فينوس في وضع معاكس، إن هم يحاولوا يعني يتأنوا في ردود أفعالهم مع الأحباب، ويحاولوا يكونوا أكثر تفهما. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا، والنهاردة هيكونوا مقنعين، ويقدروا يعبروا عن أفكارهم بطريقة رائعة، ويقدروا يحققوا إنجازات كتير. نروح بعد كده لبرج الميزان. والميزان النهاردة عندهم القمر في منزل المال، وخلاص ما فيش تنافر فلكي، وبالتالي النهاردة مواليد الميزان يقدروا يعملوا شغلهم ويحققوا مكاسب بسهولة ويسر أفضل من امبارح، وممكن تنفتح قدامهم أفاق جديدة إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيساعدهم كتير، بيساعدهم على انهم يديروا شؤونهم بنجاح، ويعرفوا يفرضوا ارادتهم ويفرضوا سيطرتهم، وكمان يعرفوا يكونوا مؤثرين في كل اللي حواليهم، وخصوصا في الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، والنهاردة يوم مناسب جدا لمواليد القوس عشان يراجعوا نفسهم ويدرسوا سلوك الآخرين. عندهم قوة ملاحظة وعندهم ميل للتأمل، بس مطلوب منهم ان هم يتجنبوا الزهو بنفسهم وما يعلنوش عن أفكارهم، وكمان يعني يتجنبوا الأضواء وما يقولوش أفكارهم. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، لأن القمر في منزل الأصحاب، والنهاردة عندهم إصرار جدا، والنهاردة عندهم كمان قدرة
على تحقيق أحلامهم وإصرار إن هم يحققوا أحلامهم إن شاء الله. كمان مواليد الجدي النهاردة عندهم حياة اجتماعية إن شاء الله تكون موفقة، ولو مش مرتبطين ممكن يكون عندهم تحول في علاقة صداقة لعلاقة حب. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة للأسف القمر في وضع معاكس معاهم مهنيا، ومطلوب على من مواليد برج الدلو ان هم يحافظوا على التماسك وعلى هدوء أعصابهم ويحاولوا يركزوا عشان ما يتمسكش عليهم أخطاء. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، والنهاردة هيكونوا أكثر مرونة وعندهم قدرة أكتر على مواكبة التغيير. كمان مواليد الحوت النهاردة ممكن يحققوا مكاسب مالية وعندهم قدرة على التطور هايلة، وممكن يخططوا كمان لسفر. النهاردة يوم مناسب للسفر أو للتخطيط لسفر. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.